حينئذ يحجر على الأمة الإسلامية في العمل، ويرى أن سوى هذا هو الباطل وأن هذا هو الحق. أن كثير من المصائب التي حصلت فينا في الأمة الإسلامية اليوم ما هي إلا ترجع إلى سوء الفهم. سوء الفهم للنصوص هو الذي ترتب عليه ما نرى من أحداث عظيمة تجري على الساحة اليوم. سوء الفهم للنصوص، سوء الفهم، ضعف الفقه، ضعف الفكر، ضيق الأفق. فلو كان الفهم صحيح أو أخذناه أو أخذه الدعاء الذين يجتهدون في الدعوة جزاهم الله خير وبارك الله فيهم، لو كان يأخذون هذا الفهم من أصوله ومن منابعه الصحيحة عن أيدي العلماء وعن شراح الأحاديث المحققين لعرفوا هذه المقاصد. والشاعر وبيت مشهور يجري على ألسنة العلماء: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. ومن أجل ومن أشنع المصائب التي تترتب على سوء الفهم في تطبيق الأمور والقواعد هو الاعتراض على السابقين من الأئمة ومن العلماء. هذه أسوأ ما فيها لعدم فهمهم للمصادر وعدم فهمهم للنصوص وعدم وكذلك التحجير على الأمة. فلمن يأتي واحد إلى نص من النصوص ويظن أنه هو الوارد في الباب، حينئذ يحجر على الأمة الإسلامية في العمل، ويرى أن سوى هذا هو الباطل وأن هذا هو الحق. هذا أيضا من سوء الفهم. وكذلك يعترض على من سبقه من الأئمة ويقول: هذا الإمام أخطأ في كذا، وهذا الإمام أخطأ في كذا، وهذا الإمام أخطأ في كذا، لأنه ينظر إلى النص من زاوية فهمه هو، لا ينظر إليها من الزاوية الصحيحة المطلوبة. فنسأل الله سبحانه وتعالى. وأدب الأئمة في ذلك معروف، فقد كانوا يقولون يعذر بعضهم هذا بعض. رأي صحيح يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصحة، يحتمل ويقول إذا صح الحديث فهو مذهب فهو مذهب فهو مذهب. نعم.